المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا بخصوص ترند الاهلي. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للنادي الاهلي على الفيسبوك، واللي احتفلوا بعيد ميلاد سعيد لنجم كبير اكرم توفيق. عيد ميلاد سعيد مفاسة، كل سنه وانت طيب يا اكرم. طب ايه موضوع مفاسة؟ نروح لكره 11 وحساب كره 11 على الفيسبوك. مفاسة الاهلي كما لقبه مدربه السابق بيتسو موسيماني. بنحتفل اليوم بنجم المارد الاحمر اكرم توفيق بعيد ميلاده ال25، حيث توج بالعديد من الالقاب داخل القلعه الحمراء وحصوله على لقب كاس الامم الافريقيه تحت 23 عاما مع المنتخب الاولمبي ومشاركته في اولمبياد طوكيو. اكرم توفيق لعب 162 مباراه، احرز 5 اهداف، فاز مع الاهلي باثنين دوري، 2 كاس مصر، 1 سوبر مصري، 1 دوري ابطال افريقي، 1 كاس سوبر افريقي، برونزيه كاس عالم انديه، وعمل 9 اسيست واحرز 8 القاب مع النادي الاهلي. كلمه مفاسة كلنا عارفين طبعا الفيلم الكرتوني الشهير الاسد الملك. فكرتون شهير جدا وفيلم الكل بيعشقه سواء الاطفال او حتى الكبار، وكرتون معروف جدا في القاره الافريقيه. بيتسو موسيماني بما انه مدرب جنوب افريقي وشايف الحماس والقوه اللي عند اكرم توفيق فسماه باسم الاسد الصغير اللي كبر وبقى اسد الملك مفاسة. فبالتالي الاسم ده ارتبط باكرم توفيق خلال الفتره الاخيره. كل سنه وانت طيب يا اكرم، ودايما يا رب ربنا يحفظك ويحميك. حساب بطولات والحساب الرسمي البطولات على تويتر. مصدر بالاهلي البطولات: سامي قمصان تغيب عن مران الاهلي ايام الاحد والاثنين والثلاثاء بسبب اصابته بنزله برد شديده. طبيب الاهلي دكتور احمد ابو عبله قرر تعقيم غرفه خلع الملابس لاعبي الفريق بسبب انتشار الاصابه بنزله برد. خلاص فكره بقى للفتره الحاليه موضوع الكورونا، الحمد لله يمكن اجراءات الكورونا تم تخفيفها في امور كثيره جدا سواء بطولات او حتى المطارات والرحلات الخارجيه. فدلوقتي اي نزله برد بيبقى يعني البروتوكول بسيط والامر بسيط، لكن بالتاكيد فكره التعقيم ده مهم جدا عشان الامر ما ينتشرش وما تكونش فيه نزلات برد عديده داخل صفوف الفريق، وان شاء الله بعد عوده الفريق من الاجازه هتبقى الامور افضل باذن الله. نروح لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على 8 لاعبين من الاهلي بقائمه منتخب مصر. بالمناسبه كورر قرر ان في تقرير يترفع ليه اول ما يرجع خاص باللاعبين الدوليين اللي انضموا لمنتخبات بلادهم خلال الاجنده الدوليه. طبعا اول قرار من كولر بعد اصابه محمود متولي ان يكون في تقرير مفصل عن حاله اللاعبين. في 7 لاعيبه من الاهلي موجودين في منتخب مصر بعد اصابه محمود متولي، كانوا 8 طبعا. في 5 في المنتخب الاولمبي تم الاعلان عنهم النهارده من ميكالي المدير الفني البرازيلي، فبالتالي بنتكلم على 12 لاعب في المنتخبات الوطنيه، بالاضافه ان علي معلول موجود مع منتخب تونس ومش هيرجع دلوقتي، نكمل بقى مع تونس عشان عنده كاس عالم، نتمنى له التوفيق. وكل ما بيكون مع تونس يوم زياده الاهلي بياخد 10,000 دولار على كل يوم بيشارك فيه علي معلول مع منتخب تونس في منافسات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه. يا رب كده يوصل للفاينل، كل اعوذ برب الفلك يعني يوصل معاهم لغايه 18 ديسمبر. شوف بقى وجود معلول مع تونس لغايه 18 ديسمبر يعني هيبقى الرقم المالي اللي ممكن يدخل خزينه الاهلي يبقى كام، فربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله مع منتخب تونس. كرة بلس بيتكلموا على المركز اللي طلب كولر دعمه في يناير. مستعجلين قوي الزملاء في كرة بلس وبيتكلموا على التدعيمات من دلوقتي. احنا لسه 8 نوفمبر يعني نتكلم بعد شهرين فترة الانتقالات الشتوية في يناير، فيعني لسه في ماتشات كتيرة. ممكن الراجل يكون عايز مثلا تدعيم في رأس حربة في مركز معين، ولكن الأمور دي يا جماعة بيبقى فيها متغيرات، لا قدر الله في إصابة أو أي أمر ممكن يحصل في أي ماتش الرؤية بتختلف. وأنا شفت ده وعاصرت ده مع أكتر من مدرب في فترات سابقة، يجي يقول لك أنا عايز رأس حربة وتيجي لا قدر ممكن تكون في إصابة في وسط الملعب أو في خط الدفاع فيقول لك لا أعدل ومحتاج تدعيم في مراكز تانية عشان بعض الإصابات اللي ممكن تحصل على مدار الموسم. فلسه بدري قوي يا جماعة على موضوع التدعيمات من دلوقتي. آخر حاجة وحساب كورة بلس على الفيسبوك اهتموا ونشروا تصريحات لنادر شوقي وكيل محمد محمود، واللي قال فيها بنسبة 200% محمد محمود سيرحل عن الاهلي في يناير. طيب بدون الدخول في التفاصيل، هي الفكره ان محمد محمود كان طالع اعاره المفروض في الفتره السابقه والامور ما تمتش في التوقيت الاخير قبل غلق باب الانتقالات، فعنده فرصه في يناير. اللي شايفه الاهلي في مصلحه محمد محمود ده اللي هيتم في يناير باذن الله، وغالبا بنسبه كبيره يعني مش هيبقى بيع طبعا. محمد محمود ده لاعب واعد بالنسبه للنادي الاهلي وهيكون في اعاره اكيد طبقا للرؤيه الفنيه اللي شايفها الاهلي واللي في مصلحه اللاعب خلال الفترة اللي جاية. لكن فكرة ان محمد محمود طلب فسخ عقده الموضوع ده يعني عاري تماما من الصحة. انا عارف شخصية محمد كويس جدا
وعارف تفكيره وعارف البيت والاسره عند محمد بتفكر ازاي. الناس دي بتعشق الاهلي جدا، بتعشق الاهلي وبتحب الاهلي جدا جدا جدا. فممكن يطلع اعاره، وبعد الاعاره ان شاء الله يرجع ويكون بمستوى اعلى في الفتره اللي